14 في الهجوم أديس التنفيذ جرادال يلعب كورة جرادال أعطينا الصورة والهدف الأول الهدف الأول للمنتخب الإيفواري كورة ثابتة لم نتابع ليلام شوف الإعادة كورة جرادال مباختة يرجعها الحارس والمتابعة من سيرجيو ريي سيرجيو ريي قاد المنتخب الإيفواري هو من افتتح التسجيل سيرجيو ريي في الدقيقة الرابعة يفتتح التسجيل للمنتخب الإيفواري منذ الدقيقة الرابعة خمسة في الجدار أمام الحارس سيلفان غبو بنيام أو بنيام ديمتي بنيام يرفع كورة وهدف التعادل هدف التعادل بنيام ديمتي كورة التعادل بنيام ديمتي بمساعدة من جدار المنتخب الإيفواري يتمكن من إدراك التعادل في دقيقة 15 من كورة ثابتة سجل المنتخب الإيفواري أولى أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة وبنفس الطريقة بنيام ديمتي يشعل مدرجات تيغراي ستاديوم بهدف التعادل في 15 دقيقة من هذا الشوط الأول 1-1 هذه الإعادة بنيام ديمتي تضرب الكرة في الجدار وتباغت الحارس سيلفان غبو 1-1 في 15 دقيقة وانطلاقة جديدة للمباراة الكافيردي تعادل 2-2 مع الموزمبيق انطلاقة جيميليس بيكيلي خطيرة كورة خطيرة كورة والهدف الثاني جيميليس بيكيلي ينجح في إضافة الهدف الثاني انطلاقة سريعة يخلص بقية يدخل من محور الدفاع ويباغت سيلفان غبو 2-1 يرجع المنتخب الاثيوبي بعد ان تاخر في بدايه المباراه 1-0 ينجح المنتخب الاثيوبي في ادراك التعادل من بنيام ديمتي في دقيقه 15 وتشيميليس بيكيلي يمضي الهدف الثاني ويمنع الاسبقيه للمنتخب الاثيوبي شوف الكوره كانت امكانيه للمنتخب الايفواري من وسط الملعب سريع جيميليس بيكيلي أسبق من الدفاع يباغت سيلفان غبو 2-1 لأثيوبيا أمام الكوت ديفوار 2-1 للمنتخب الأثيوبي جيميليس بيكيلي إذن بعد أن تأخر في الدقائق الأولى يرجع المنتخب الأثيوبي في المباراة ويصبح متقدم 2-1 مجهود كبير قام به تشيميليس بيكيلي